صباح الخير على حضراتكم. النهاردة الجزء الثاني من رحلتنا في الصين، وبالتحديد في مدينة هايو الصينية. هنروح النهاردة الأبراج الخمسة، سوق الفوتيان هو أكبر سوق تجاري في العالم، متخصص في كل شيء تتخيلوه. زي ما قلنا، كل حاجة تتخيليها موجودة داخل السوق ده. هنتفرج مع بعض على المحلات والمعارض. كل معرض أو كل محل بيبقى تابع لمصنع معين. هو المصنع ده الفترينة بتاعت المصنع اللي بتعرض شغل المصنع ده، وليكن مثلا بتعرض مثلا شغل ازاز، فهتلاقي المحل كل شغله ازاز من المصنع. تعالوا نتفرج نشوف بعينينا، ومن غير ما نتكلم كتير، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا. هنبدأ النهاردة شغلنا معرض من المعارض. تعالوا نتفرج مع بعض ايه اللي موجود. بص، دي اتنين سلاح ب1.3. ما دي اللي انا بقول لك، ما هي دي اللي هي كانت بتقول عليها، اللي هي اتصلت، ما هي دي اللي هي قالت عليها في ذهب وفي فضي. عم دي هنا ب1.8، دي تانية. امال اللي هي قالت عليها بكام؟ ايوه، ما هي دي اللي انا بتكلم عليها. طب ما هي دي هتقبل. تقبل؟ طلع ايه؟ شفتوا التعبت لومة القاضي من دعوة المنبع بده. كل ده شغل منزلي، شغل تشكيلة المضارب البيض، السيليكونات والتفالات، التوزيع، جوانتي، معين. هذا السعر في مصر أقل من هذا بكثير. دي جميلة، دي الناس كلها تربها، دي المصفى اللي بتتعلق في الحوض، بس حجم كبير بقى عن الحجم الصغير. دي بقى برضو جميلة، دي دورين بقى، اتنين دور غير اللي احنا متعودين عليه. دي عشان لوكس، عشان لوكس. دي عشان لوكس. مضرب البيض، مضرب النسكافيه. عايز ماسك التمرير دوت. فين بتاعت التورته دي؟ دي مطلوبة جدا، بتاعت التورتة ان شاء الله هنجيب منها. دي بتلف القاعدة بتلف، اللي بتعمل عليها التورت، ناس كتير طلبتها. شكرا.
نشوف بره في ايه. المقبض بتاع الحلال ده ما شاء الله. ساعدكم. ايه الاخبار يا باشا؟ معدن حديد ده باسكت المطابخ والاوراق طقم الشاور حمام اشكال تحفه بصراحه. خامه رخام شغل جامد جدا. بتلبس ترصات انا بس ما نسال على سالنا على الكوبايه دي كده. خد انت واحده وانا واحده. دي الكوبايه اللي انتوا كلكم بتدوروا عليها اللي هي النصين. دي كوبايه قهوه صغيره ودي الشاي الكبيره بتاعتها. دي العلبة فيها اتنين يا مصطفى. تعالوا بينا بقى نتفرج على شغل الاستانلس. كل شغل الاستانلسات كله شماعات الاستانلس. كل شماعات الاستانلس مكسية جلد. يا مصطفى ها كام؟ 160. كام قد ايه كرتون؟ عشرة بس. خد خمسة. انت هتاخد منهم؟ انت هتاخد منهم؟ كام هو عم كام؟ شاور لي بس. اطباق الفاكهه اللي بتتحرك اشكال كتير جدا. اطباق الفاكهه الالوان خامات تقيله محترمه. هي ستانلس برضو بس بتبقى واخده طبقه لون يعني. شالت بتاعت التواليت ثلاثة دور بالصبانة أشكالها كتير. تروليات بالكامل. تروليات الخضار والفاكهة. السبت ده بقى ده سبت على شكل فرخة بتحط فيه البيض. شغل عالي دلع يعني. دي الاستندات بتاعت الشبات. دي استندات الكاسات فوق. دي استندات الازايز. دي بتحط الازازة بتحط هناك. صفايات المعالق بقى بكل اشكالها الذهبي والسيلفر والنحاسي كمان. كان في النحاسي هوريها لحضراتكم هتيجي معايا. بصراحه شغل في منتهى الجمال. ده السبت الصغير ده اللي كان عندنا اللي حاط فيه البطاطس ده. دي المطبقيات الستانلس باشكالها. في الذهبي والسيلفر كده.
الركنات، اتنين دور تلاتة دور، في طبعا المطبيات الستانلس اتنين دور وتلاتة دور، بس شايلة المعالق المدورة دي. دي البتاع دي جميلة، مش عارف بتاعت ايه بس حلو. ده استند بيضة، حط فيه بيضة واحدة بس، دلع يعني.